السلام عليكم المختلط، ضابط أمريكي في الجيش المصري. بالمناسبة زي ما في برضو عساكر وضباط مصريين في الجيش المكسيكي، أو الحالة التي تعرف دائما بعنوان الكتيبة السوداء. لما شهرة الجيش المصري أدت إلى رغبة الأمريكان في الاستعانة بجنود وضباط الجيش المصري لخوض حرب في المكسيك، وفعلا راحت الكتيبة السوداء اللي هو سموها الكتيبة السوداء لأن كان معظمها من أبناء النوبة والسودان المصريين، وشاركت في حرب المكسيك. التفاصيل طبعا ليها في رواية عظيمة بالعنوان نفسه، الكتيبة السوداء للدكتور محمد المنسي أنديل. لكن في المقابل بقى عندك ويليام نورينج. مين ويليام نورينج؟ ده ولد في ولاية كاليفورنيا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية. كويس، عمره 17 سنة، هرب من أبوه عشان يدخل حرب استقلال ولاية تكساس، الكلام ده سنة 1836. يعني تطور في مشوار العسكرية والحربية داخل الجيش الأمريكي والحروب التي كانت مستمرة ومستعرة في الجيش الأمريكي، لغاية خروجه من عالم العسكرية والتحاقه بجامعة جورج تاون لدراسة القانون، وانضم لنقابة محاميه في فلوريدا، والراجل بقى خلاص حتى دخل لعالم السياسة وبقى عضو بمجلس نواب فلوريدا. ورغم انه خسر مجلس الشيوخ، لكن في الاخر قال لك خسارة مجلس الشيوخ تودي مرة اخرى الى الحياة العسكرية، يلا ارجع تاني للجيش الامريكي. رجع الجيش الامريكي مرة اخرى ورتبته وصلت الى عقيد. ايه بقى اللي خلى اصغر عقيد في الجيش الامريكي يجي مصر؟ هنا بقى الخديوي اسماعيل بما له من طموحات ورغبات ويعني تخطيطات مشروعات، انت جميل، يعني عايز يروح يكتشف الحبشة او يغزو الحبشة. في الوقت ده كان الحرب الاهلية الامريكية ذات صيت، وانه يعني حرب مدوية وشارك فيها ضباط مهرة بارعون اقوياء شجعان. قالك بس ام جايب مجموعة من الضباط الامريكان الى مصر ينضموا للجيش المصري، وبقى الأخ لورينج ده هو قائدهم، وبقى رتبته رتبة جنرال. بالمناسبة هو كان في الجيش الأمريكي في الجيش الكونفدرالي، والجيش الكونفدرالي ده عنصري بالمناسبة، ده اللي كان مش عايز يسقط العنصرية ومش عايز يسقط التفرقة العنصرية، وكان بيدافع على تجارة العبيد وعلى امتلاك العبيد، ومع ذلك جابوا الخديوي اسماعيل لمصر. لانه بالمناسبه الخديوي اسماعيل ما كانش ضد العبيد قوي برضه، يعني كانش يعني ضد حرب تجاره العبيد وغيره، وان كان مصر كانت منعت تجاره العبيد بالفعل قانونا، انما بالفعل والواقع كانت مستمره. المهم جه مع 50 ضابط اخر من الضباط الامريكان علشان ينضموا لجيش الخديوي اسماعيل، والحقيقه راحوا يغزوا الحبشه فعلا، والحقيقه نالوا هزيمه قاسيه جدا في الحبشه، والراجل نكل بيه لورينج ده. وعاد لورينج قعد في مصر 9 سنين هو في الجيش المصري، صحيح هو والخمسين ضابط أمريكاني، لكن مش عارفين يعملوا حاجة، غير قادرين على تقديم أي شيء. ليه؟ في سيطرة من الإنجليز على الجيش المصري ورغبة في إزاحة العنصر الأمريكي، خصوصا أنه بنتكلم على نفوذ أمريكي قادم على جيش مصري أنا مسيطرة عليه، أنا إنجلترا وأنا أسوده. فده كان مسألة مفهوم قوي الدور اللي عامله الخديوي اسماعيل، انه بيحاول يدخل عناصر اخرى جوه المنظومة بتاعت الجيش اللي بتدار بانجليز وتدار ايضا بعناصر من الشراكسة والاتراك وغيرهم. فانتهى الامر بازاحة لورينج من الجيش المصري بعد 9 سنوات استغنوا عنه ومنحوه البشوية تقديرا لحضرته ويعني لعطائه. المهم انه طبعا سافر امريكا محتفى بيه بقى وتعامله معاه، لانه راجل يعني عمل وسوى في مصر وانه قام بادوار كبيره وما الى ذلك، لكن في المحصله لم يبقى له في مصر الا تلك المغامره الفاشله في غزو الحبشه. لكن يبقى انه مصر في الوقت ده كانت مستعده تبعت جنود وضباط الى المكسيك، ومستعده تستقبل جنود وضباط امريكان في الجيش المصري. فالجيش المصري كما ضم من كل جنسيات الارض، اوعوا تنسوا ان كان منهم 50 ضابط امريكي
انهزموا.